هذه المنطقه الهادئه كما تلقب تحولت إلى ساحة تنافس صاخبة بين قطبي الاقتصاد العالمي ولكبح التمدد الصيني في المحيط الهادئ رصدت الإدارة الأمريكية ميزانية ضخمة تخطت سبعة مليارات دولار لإعانة جزر مارشال وميكرونيزيا وبلاو ستوزع على مدى عشرين عاما وبموجب التمويل ستحصل جزيرة ميكرونيزيا على نصيب الأسد بواقع ثلاثة مليارات مليارات و300 مليون دولار تليها مارشال بمليارين و300 مليون دولار وأخيرا بلاو بنحو 890 مليونا إجمالا قدمت واشنطن إعانات للمنطقة تجاوزت ملياري دولار بين عامي 2008 و2020 في مقابل تعزيز بكين ارتباطاتها بالدول والجزر هناك بمساعدات تخطت ثلاثة مليارات و مليون دولار في الفترة ذاتها وفق معهد لوي الأسترالي ومن مبدأ مزحمة بكين ترفع واشنطن من وتيرة دعمها المالي بتلك الحزمة الأخيرة لكن هناك حاله من الضبابيه حول تمرير التمويل المقترح في الكونغرس فالموازنه الامريكيه ذاتها تواجه استقطابا حادا بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما عللت اداره بايدن تمويلها الضخم لتلك الجزر تحديدا بقرب انتهاء الاتفاقيات الحاليه معها ما قد يهدد المعامله التفضيليه لواشنطن بما في ذلك حقوق انشاء القواعد العسكريه في تلك المنطقه الاستراتيجيه وقد تستغل الصين الفراغ الحاصل حينها لتوسع رقعه نفوذها في اطار صراع الهيمنه واعاده تشكيل النظام الدولي